واللي يبيع بنته هيهون عليه كل شيء. بيرهن بنت على 5 جنيه، نسي بنته ونسي الدنيا كلها وخد الاستروكس ونام. اهلا بكم، تعالوا نشوف القضيه البشعه اللي فيها تجرد من كل معاني الانسانيه. اباء ايه دول اللي بيعملوه؟ ايه الاب ده؟ ده الاب المفروض الحنيه كلها، وبالذات لغمان لما تبقى ولاده اول واحده فيهم بنت. يعني الرسول بشر اللي بيجي له انثى الاول. ايه اللي بيحصل؟ المفروض الاب ده يعني البنت حابه ابوها، ده معروفه طول عمرها ان البنت حابه ابوها والولد حابب امه، وتلاقي الولاد ده متعلمين بامهم، البنت هي بتبقى متعلقه بابوها، تحب تخرج مع ابوها، تحب تنام جنب ابوها، تحب لو الموبايل رن وهي تجري تجيبه له، لو بيلبس الشوز هي اللي بتلبسه له، معروفه ان البنت حبيبه ابوها حبيبه ابوها. وبالتالي الاب تلاقي روحه في بنته اكتر من ابنه كمان، يقول لك الحنيه كلها. تعالوا نشوف القصه من اولها. مها واحمد. مها بنت جميله، بنت ناس، عايشه عيشه مستريحه، حبت احمد ابن الجيران اللي كان بيتاجر وفاتح ورش حداده، وابوه راجل ثري والولد كان كويس جدا، وقصه حب يمكن استمرت 10 سنين وتوجت في النهايه بالزواج. اتجوزوا وعاشوا حياه سعيده جدا، وخاصه ان هو كان من الاثرياء وخد لها شقه في منطقه راقيه، والبنت كانت سعيده وجابوا اول فرحتهم هناء. طفلة جميلة واخدة جمال أمها وواخدة روح والدها، وكانوا هما الاتنين طايرين بيها. لغاية الأب في يوم من الأيام قال لها على فكرة أنا اتعرفت على شاب عند والدي، والشاب ده طلع مش كويس وأعطاني برشامة ترامادول، وأنا من ساعتها مش مظبوط. كان بيحكي لزوجته كل حاجة، وبعد ما خد البرشامة واشتكى لزوجته من صاحبه، حاولت كتير إنها تبعد عن هذا الصديق ما قدرش، وفي الأسف انساق ورا صاحبه واتندم إن حكى لمراته عن صاحبه اللي أعطاله الترامادول. وابتدى ياخد الترامادول، وبعد كده ابتدى ياخد الحشيش، وبعد كده اتعلم الافيون، لغايه ما زوجته قالت ان هو بعد ما كنت في الاول ما بيشوفوش في اليوم غير ساعه او اتنين، وطول اليوم شغال مع ابوه في الورش وبيعدي على المحلات بتاع قطع الغيار اللي عنده، وكنت ببقى زعلانه ان هو على طول من محل لمحل من محل لمحل ومش فاضي ليا ولا البنت، واصبح دلوقتي بيتعاطى جوه البيت وبيقعد لي احيانا باليوم والاتنين، ولما كان ابوه بيسال عليه يقول له ده انا في ماموريه، ده انا في شغل، ده انا واحد صاحبي، وهو كان بيبقى نايم من البيت من تاثير الترامادول والحشيش اللي كان بياخده. الزوجة هددته اكتر من مرة، حرام عليك فلوس ابوك، وحرام عليك الفلوس وبتصرفها على المخدرات، بيتك اولى بيها. قال لها بيتي مش ناقصه اي حاجة، شوفي تلاجتك، شوفي لبسك، شوفي شوزك، شوفي شنطك، انت عايشة عيشة ما كنتش تحلم بيها. ابتدى يجرحها في الكلام، وابتدى بيهنها وبيعايرها بفقر اهلها. هي كانت مستحملاه لان فعلا كانت بتحبه ومش عايزه تضحي بقصه حب استمرت 10 سنين وتوجد بالزواج. حاولت تصلح منه، واحيانا كانت بتزعل وتقعد بالاسبوع والاتنين عند ابوها ما كانش بيسال فيها. كانت بتقول لما ابعد عنه ممكن دي تكون وسيله ضغط يبعد عن اصدقاء السوء. راحت لابوه وقالت له خلي بالك ابنك بيبقى قاعد في البيت بيتعاطى الاستروكس وبيتعاطى البرشام والمخدرات، ابنك هيروح في داهيه وبيوزع فلوسه على الكلام الفاضي. الاب ما صدقش بنته، لغايه ما طب عليه في البيت لقاه نايم، عرف كل حاجه، حاول ان هو يمنعه ما قدرش، فراح طرده من جنته زي ما بنقول، لا خلاه يدخل محل ولا بيديله فلوس. الولد لقى نفسه لازم يتعاطى ومش لاقي حاجه في البيت، ابتدى يبيع فرش البيت حته حته، حتى موت البوتاجاز باعها، حتى البوتاجاز باعه، واصبح البيت زي ما بنقول مجرد قطع موجوده منتظره البيع على يد الزوج علشان الاستروكس اللي خد عقله. في النهايه جه في يوم من الايام خد بنته ونزل بيها، البنت بتقول له يا بابا عايزه الشوكولاته، فقال لامها اخد هناء اجيب لها شوكولاته. نزل ورجع من غيرها. هناء عمرها 3 سنين، فين هناء؟ قال لها معرفش، حاول كتير معاها راح ضربها ولا معرفش. المهم دخلوا الاوضه خد بالستروكس، واحنا عارفين الاستروكس بيعمل ايه، والمهم غط في نوم عميق، وهي نزلت الشارع تدور على بنتها وتسال فين هناء، ما حدش كانت مع ابوها. طلعت تاني يوم عند جوزها بتخبط على الباب، فين هناء؟ قال لها ده انا نسيتها بره. نسيتها فين؟ قال لها اصل انا وانا بجيب البرشام اثرت معايا على 5 جنيه الحساب، فالراجل بتاع البرشام قال له سيب البنت دي رهنيه لغايه ما تجيب الفلوس. قالت له رهنت بنتك عشان 5 جنيه؟ قال لها ما هو تاجر واطي. هو التاجر مش الواطي، ده انت اللي واطي، ما فيش حد اولا بياخد بنته ويروح هو يشتري بيها الاستروكس. هو كان عايز يروح المنطقه الموبوءه، وكان واخد بنته ستار عشان ما حدش هيتوقع ان في واحد هياخد بنته ويدخل بيها الاماكن الموبوءه دي اللي بيبيعوا فيها الاستروكس والحشيش والمخدرات، فهو كان واخدها غطاء. الفلوس اللي معاها قصرت 5 جنيه، 5 جنيه دي على فكره من واقع التحقيقات، احنا مش بنتكلم كلام كده وخلاص، بالفعل كان الفلوس ناقصه 5 جنيه، فالتاجر قال له خلاص عايز تاخد البرشام هسيب بنتك هنا، روح هات ال 5 جنيه وتعالى. هو خد الاسبرين او خد البرشام الاستروكس وروح، نسي بنته ونسي الدنيا كلها وخد الاستروكس ونام. ولما صحي مراته فكرته بيها، قال لها ده انا سبتها عند تاجر المخدرات وادي عنوانهم.
نزلت جاري حتى ما خافش على مراته احسن تروح للمنطقه الموبوءه دي يمسكوها ولا يغتصبوها ولا كان كل همه ان هو يعدل دماغه والطاسه زي ما بيقول وزي الكيف ما بيعمل في الانسان. جريت بسرعه بست على ايد الراجل وقلت له ادي الخمسة جنيه اديني بنتك. قال لي انا الخمسة جنيه كانت امبارح النهارده 500 جنيه. جريت بسرعه باعت اللي كانت في ودانها وباعت اللي في ايديها لغايه ما جمعت له 500 جنيه وقالت له ادي اخر اللي معايا 350 جنيه. قال لي خد البنت وامشي. خدت البنت لقت البنت نايمه على الارض وحالتها زباله طبعا ده وكر مخدرات وادمان وحقن وكان ممكن اي واحد من الضايعين دول وكان ممكن يغتصب الطفله اللي عندها 3 سنين دي. شفت الاستروكس بيعمل ايه؟ شفت المخدرات بتعمل ايه؟ بتخلي الاب يرهم بنته، يعني حتى مش ابنه بيرهم بنته على 5 جنيه. ما نقدرش نلوم على تاجر المخدرات لانه هو اصلا في المستنقع اساسا. احنا نلوم على الاب اللي وصل بيه الحال بعد ما كان مليونير من خلال ورش ابوه ومحلات ابوه قطع الغيار ومن خلال محلات الحداده اللي عنده، مره واحده بقى بيبيع بنته بخمسة جنيه، بيرهنها بخمسة جنيه عشان يقدر ياخد الجرعه الاستروكس اللي هو اتعود عليه. معروف الاستروكس مخاطره مصيبه والترامادول اخطر وكلها حاجات بتضيع الانسان هضيعته. والده طرده من جنته، الواد مش لاقي حاجه، ابتدى يبيع عفش بيته، وصلت ان هو باع الانبوبه بالبوتاجاز عشان يصرف على المخدرات. لا فكر في مراته ولا احتياجات البيت ولا حتى لما ياكلوا هياكلوا ازاي. كان كل همه ياخد البرشام عشان يقدر يظبط دماغه زي ما كان بيقول لمراته. فخد البنت وخايف هو احسن يتمسك، خد البنت ستار ليه يدخل يجيب البرشام ويطلع، وبالفعل نجح ان هو يطلع من غير ما يتمسك. لكن للاسف نسي بنته، رهنها على 5 جنيه وبعد ما خد البرشام نام ما حسش بحاجه. شفت البرشام ممكن يخلي الواحد ينسى ايه؟ ينسى قلبه، كبده زي ما بنقول كده، فلذه كبده نسيها تحت تأثير المخدرات، ونسي ان دي بنته لحمه رماها الواحد عشان 5 جنيه. شفت البرشام بيعمل ايه؟ هو ده هدفي من برنامجي، ان الناس تاخد النصيحه وتاخد الموعظه. شفت المخدرات ممكن توصل الواحد ايه؟ ممكن يبيع بنته، ممكن يبيع مراته، ممكن يبيع عرضه وشرفه، ممكن يعمل اي حاجه عشان ياخد شم البودره او عشان ياخد استروكس او ياخد ترامادول، لان هو من غيرها ما يقدرش، لانه اصبح في حق يعني مدمن بشكل ما يقدرش الا تحت اخصائيين ومستشفى خاصه للعلاج، وده مكلف جدا، وفي نفس الوقت والده مش هيرضى يصرف عليه بعد ما كان حاطط ثقته وحاطط كل فلوسه في ايد ابنه. ابتدى يخاف وعارف ان الحاجات دي لو ما كانش الابن مقتنع من جوه بالعلاج هيرجع ليها تاني، وما دام رجله دخلت في للاسف في الخندق الوسخ ده هيفضل طول عمره يدمن وهيفضل طول عمره يضيع الفلوس، ولو رجعت الفلوس في ايده مره تاني مفيش فايده برضه هيضيعها على الاستروكس. الزوجه في الوقت ده ما لقيتش حل واحد، حاولت معاه كتير، طلقني ما رضيش يطلقني. راحت لابوه قالت له يا حماية دلوقتي ابنه، قال لها عارف ابني عمل ايه، ووصلني الكلام انه رهن بنته عشان 5 جنيه، ده لا ابني ولا اعرفه. قالت طب انا عايزك بس تضغط عليه طلقني. قال لها يعني هو الحاجه الوحيده اللي عملها صح في حياته اني اتجوزك، ما اقدرش انا اقول له طلقها ويخسر امل انا حاطط انه امل انه ممكن انت تخليه يرجع على الطريق ده. بالفعل هي ما لقيتش فايده، فراحت الى محكمة الأسرة بالتجمع الخامس ورفعت قضية خلع بتتهم زوجها إن هو باع بنتها أو رهن بنتها بخمسة جنيه، وجابت شهود واستشهدت بوالده في المحكمة إن هو يجي ويدلي بالشهادة إن ابنه فعلا رهن بنته هناء عشان 5 جنيه بقيت تمن برشام الاستروكس. هنا في الوقت ده بقى الزوج أول ما عرف تحت تأثير المخدرات فضل قدام المحكمة لغاية ما زوجته خرجت واعتدى عليها وأسفها بعاهات وكدمات، وللأسف تم القبض عليهم هما الاثنين. هي على اساس ان هي تعدت عليه بالسب والقذف وهو تعدى عليها بالضرب واصبحت قضيه. فين هنا دلوقتي؟ الاب مدمن، الام دلوقتي في قضيه سب وقذف مع الاب. ادي الاسره اللي احنا كنا بنقول عليها اب وام واولاد، اصبحت اسره مهلهله، اسره مفككه بسبب ان الشاب كتر الفلوس احيانا بيكون مفسده. عشان الناس بس الفقيره بيقول لك يا سلام، احيانا الفقر نعمه واحيانا الغنى نقمه. اوعى تيالكم الاب اللي بيحاول يعوض حنانه لاولاده بغربته او سفره ويقول لهم خدوا الفلوس وخدوا واصرفوا، بيشتري حب اولاده بالفلوس، ما يعرفش ان هو بيأذيهم، بيخليهم كتر الفلوس يخليه الواد يجرب. نقول لك نجرب البرشام، نجرب الشام، ما انا معايا فلوس. احيانا الفقر نعمه واحيانا والله الغنى نقمه. اوعى تيالكم ان الغني سعيد، سعيد ممكن لو كان ربنا هديه، لكن بيكون تعيس لو ربنا خلاله بنت ولا ولد بينحرف بكثره الفلوس. احنا نقول الحمد لله على كل شيء، اهو شاب اهو كان طالع للدنيا غني وسري وعنده ورش حداده وعنده محلات قطع غيار ووالده من الاثرياء، ايه اللي حصل؟ حب بنت الجيران، الفلوس موجوده، ترجم حبه الى جواز، وبعد ما اتجوزها وادمن البرشام ضاع كل شيء، مهما تكن الاموال كتير، البرشام والمخدرات والله لو كنوز هتضيع على طول بسبب المخدرات، وللاسف بعد كده رهن بنته بخمسة جنيه، وبعد كده ضرب مراته، وهي دي الاصل القصه.
الادمان بيؤدي لايه؟ ان الواحد ممكن يبيع اعز ما عنده، ممكن يبيع بنته وممكن يبيع مراته، واللي يبيع بنته هيهون عليه كل شيء، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.